أيمن، عم تحدث عن مفاتيح المرور. كلمات المرور ربما صارت في خبر كان أو تصبح في خبر كان تدريجياً مع ظهور بصمة العين، بصمة الوجه. اليوم نتحدث عن تطبيق يقول الخبراء أنه أكثر أماناً من كل التطبيقات الأخرى، ويعني قد يستعصي على القراصنة اختراق الهواتف من خلاله. ما الذي يجعل الباسكي آمناً إلى هذه الدرجة؟ أول استعمال لكلمة المرور كان ب 1961 نانسي، فوق 60 سنة، وكانت لأنه في كمبيوتر بقلب جامعة، في عدد أشخاص بدهم يستعملوا حتى يفصلوا معلوماتك عن معلوماتي. أنا عندي كلمة مرور وأنت عندي كلمة مرور، بس بأيامها يعني الكمبيوتر ما عنده معلومات مثل اليوم، يعني معلومات عن البنك، عن الجامعة، الشغل، صورنا الخاصة، ما أنه مشبوك على الإنترنت. فكلمة المرور بعدها هي قديمة، بس تغيرت الدنيا واستعمال الانترنت والأجهزة المحمولة عنا إياها. من شان هيك لازم يكون في تقنيات أجدد وأفضل لحتى تحمينا كمستخدمين وتحمي معلوماتنا الخاصة. فهيدي الباسكي هي خطوة بهذا الاتجاه، مش يعني كلمة المرور حتختفي اليوم، بس يعني على طريق الزوال. ما الذي يجعل الباسكي آمنا لهذه الدرجة؟ يعني طريقة عمله، إذا بنشرحها شوي للمشاهدين، تقوم بتنزيل التطبيق وبعد ذلك يمكنك أن تدخل إلى التطبيقات الأخرى. ما الذي يجعله عصيا على القراصنة مقارنة بتطبيق فيسبوك أو إنستغرام الموجود عندك على الهاتف؟ هلا اليوم نحن اذا بنستعمل شيء يعني خاصيه على 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 الانترنت او على تليفوننا المحمول، بدنا عاده تكون ايميل والمرور كلمه المرور. فاذا حدا معه اياها بيكون اخذها بطريقه او باخرى، بنحكي فيها شوي اكثر، بيقدر يفوت، يكون يعني بيفوت على كل معلوماتنا، بيتصرف كشخص. نحن هون بتقنية باسكي حتى لو الشخص معه الإيميل وكلمة المرور أخذها بطريقة معينة، بس يفوت على هيدي، بس يفوت على تطبيق معين، نحن على جهازنا المحمول حيجينا تنبيه إنه في شخص حابب يفوت، من فوته أو ما من فوته. فهون نحن حتى لو في حدا من عائلة أو قرصان معه هيدي المعلومة، نحن فينا نقول لا، يعني فهي تحمينا كتير من جهة إذا لا سمح الله كلمة المرور مع شخص معين، نحن بنقدر نحمي حالنا بهيدي الطريقة. وكيف يمكن تنزيل مفاتيح المرور على الهاتف؟ هل هي موجودة بالأبل ستور أو جوجل بلاي؟ وهل هي مجانية للناس لاستخدامها؟ هلا اول خطوه بدها تكون الخدمه بحد ذاتها هي بتسمح استعمال كلمه المرور، يعني مثلا يعني مؤسسه ابل وجوجل اللي عم نحكي عنها نحن، هن بيستعملوها من الاول، فبيقدروا نحن اذا عندنا جهاز ابل او اذا عندنا تطبيقات جوجل يعني جيميل، جوجل مابس او غيرها على التليفون، هي تلقائيا بتكون موجوده، فنحن كمستخدمين ما علينا حتى نعمل شيء. هي وين بتصير نانسي؟ إذا في شخص عم يستعمل جهاز محمول تاني أو كمبيوتر تاني، أو إذا نحن اشترينا جهاز جديد، عم نفوت على الجيميل على التليفون أو على جهاز الأبل الجديد، هيقول لحظة أنت شخص جديد ما بعرفك أنا، رح أبعت أنا تنبيه على التليفون الموجود اللي بعرفه أنا. فهي بيوصلنا التنبيه تلقائيا، فنحن كمستخدمين ما علينا كتير نعمل شغل فيها، بس ما ننتبه نحن إذا جينا تنبيه أنا شو لازم أعمل بهالتنبيه، وفي عندي رقم معين بدي أحطه بحطه، يعني حسب التنبيه شو بيقول لي بلحقه. بطريقة نحن كمستخدمين ما علينا نعمل تنزيل معين، أهم شيء الخدمة اللي نحن بنستخدمها مثل جوجل وأبل وغيرها يلي عم يعمل هالخدمة، إنه يكون عندهم إياها هيدي الخدمة. تماما، يعني مثل ما عم نشوف مايكروسوفت أوثنتيكيتر وغيره من الخيارات التي تكون متاحة على الهواتف أصلا. هذه التقنية ليست جديدة، مفاتيح المرور، ولكن عم نشوف أنه عم بيزداد استخدامها خلال السنوات الأخيرة. لماذا برأيك عادت إلى الواجهة؟ وهل نتوقع أنه تصير ربما منتشرة أكثر بالسنوات القادمة؟ نحن جهازنا المحمول والكمبيوتر عنده معلومات كتير بتعتبر غالية، يلي هني يعني إذا حدا هو شخصنا أخذ معلوماتنا على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول، في يفوت على البنك، معلومات البنكية، ويشوف قدام معنا مصاري، يحول مصاري، في يفوت على صورنا، في يفوت على تطبيقنا كإنستغرام وتيك توك وغيره، ويتصرف كأنه نحن. فهيدا غير أشخاص كقراصنة عم يجربوا يحتالوا علينا، يعني أوقات بيجينا رسالة نصية، بيجينا تليفون، بيجينا إيميل إنه عندك مشكلة بالباسورد، تعال فوت نغيرها، هي طريقة بس ليسرقوا مني الباسورد الحقيقي.
ففي قراصنة وتطبيقات عم تحاول تستحوذ على هذه المعلومات، لأنه هذه المعلومات كترت وغالية وبمحل واحد. فمنشان هيك التقنية تبع كلمة المرور بطلت كافية لحتى تحمينا. فمنشان هيك هذه التقنيات الجديدة اللي عم بتكون لحتى تحمي هالمعلومات اللي غالية وعم تكتر أكتر وبجهاز واحد اللي هو عادة التليفون أو الكمبيوتر. إذا أيمن، بما يتعلق بالمستقبل أيضا، هل نتوقع، بما أنه مستقبل الإنترنت هو الويب 3 بنهاية المطاف، هل نتوقع أنه نشوف تطبيقات أكثر من هذا النوع مع بدء استخدام الويب 3؟ يعني سؤالك ناسي محله، لانه مع استخدام الويب 3 عم بيكون في عنا كمان طرق اكثر لاستعمال الانترنت بطريقه مختلفه. يعني مثلا عنا جهاز معين بنحطه يعني كنظارات معينه، في هيدي النظارات يعني تدرس يعني العدسه البصريه وتحللها اكثر، ففيها دغري تعرف انه هيدا شخص منه ايمن او منه نانسي لحتى اقدر انا اكفي واعمل. فهيدي التقنيات الجديده ويب 3 واعي للمشاكل يلي موجوده بالتقنيات يلي موجوده اليوم القديمه، وعم بالاول عم بيحسنوها.